هل شخصية الوزير بتفرق في اتجاه السياسة الخارجية المصرية؟ وشخصية الرئيس بتفرق؟ لا، عايزك توضح لي أكتر لأن دي نقطة مهمة. عندنا ملايين من الناس عندها اضطرابات نفسية. طب ليه التغيرات دي حصلت؟ احنا محتاجين نسيب القواعد. واحنا هنفضل كل شوية يبقى في أزمة اقتصادية؟ وزن هتتشاف، مش أنا اللي هشوف. أيوه، أنا عليا مسؤولية استراتيجية تجاه المصلحة المصرية. مهم بقى ننتقل من الكلام ده الى واقع. في وقت من الاوقات مستشفى العباسيه ومستشفيات تانية خرجت مرضى. ما انا كنت مسؤول وقتها والناس قلقت، ولكن مفيش اختيار تاني انها تشتري البرمجيات بتاعتها والاحتياجات بتاعتها الاداريه الاستراتيجيه من السوق المحلي. انت اشتغلت مع اسرائيل في مجال الزراعه؟ لا، انا نافست اسرائيل في مجال الزراعه. وعشان كده لازم يبقى في سياسات تقدر ان هي تضم دول، غير انه لازم يبقى عندي كمان وحدات قويه جدا للبحث العلمي. أنا رباب المهدي وده بودكاست الحل إيه؟ اللي بنحاول نجاوب فيه على أهم الأسئلة والمشاكل اللي بتواجهنا في مصر.